لكن شبعنا شهداء وشبعنا دم وشبعنا قتل وشبعنا انحدار، بدنا كهرباء، بدنا مي، بدنا بنزين، بدنا مدارس، بدنا دواء. لك عيب عليكم يا عم، لوين اخذيننا بعض؟ لك شبعوا، شو بدكم تسرقوا بعض؟ ما سرقتوا كل شيء، نهبتوا كل شيء، كذبتوا وبعتونا اكاذيب وبعتونا احلام، وانه نحن بدنا نعمل ونحن بدنا نساوي ونحن بدنا نصلح ونحن بدنا نغير لك شو صلحتوا؟ شو غيرتوا؟ غيرتوا نحو الأسوأ عن جد. شو يعني؟ ومش فارقه معهم، بعضهم ما في حكومه ومتخانقين مين بده يفوت ومين بده يعير ومين بده يحط، مشكله كتير كبيره. وبعدنا ما في حل. ما في بوجودهم، اكيد ما في حل، اكيد ما في حل، لبلا في أسوأ. امتى اللي حيروحوا ماما؟ ما يعني ان بعرف. شاء الله، يعني ما لازم نفقد الامل وما لازم نفقد الفايتنج سبيريت، لانه لازم نضلنا نحاربهم لحتى نطرقهم ان شاء الله، عن يفوخهم ويفلوا كلهم عن صدر لبنان وعن كتف لبنان، لانه عن جد دمروه، دعانوا هالبلد. يعني حرام يكونوا هن لبنانيين يلي حاكميننا. أكبر عدو للبنان ما نفذ اللي عم بينفذوه الموجودين اللي عنا من تدمير للبنان. شو بتعيش هالمرحلة؟ كيف توصف لي هالمرحلة؟ هل نحن يئسنا كشعب؟ ليه بيقولوا إنه راحت؟ ليش قاعدين العالم؟ يعني اليوم يمكن دولار وصل تقريباً 15,000، أدوية ما في، عم تقدر تجيب دواك؟ هل عم تلحق البنزين والموتور؟ هل كل شيء ماشي عندك ولا في عندك مشكلة بهيدي النقطة؟ ولا لا، ما عم عرفت كيف نعاني، عم نعاني عم كثير نعاني. بهذا الموضوع. يعني عرفتي، مثل كل الناس اليوم على محطة هون حد بيتنا، نحن زبونات عنده، نزلنا السيارة لنغسلها، قلنا له بس تخلص عبالة ب 40,000، يعني ولا طلبنا منه يفولها ولا مثلنا مثل كل الناس، عبي ب 40,000، عبينا ب 40,000، يعني عم نعيش مثل ما كل الناس عايشين. بس عن جد حرام بال 2021 يلي وعد بده يصلح الكهرباء، الكهرباء بأسوأ حالاتها، يلي وعد بده يصلح ما بعرف شو، والمي وعدي والحقيني، ونحن ما عندنا دواء، ما عندنا بنزين، ما عندنا مازوت، ما عندنا يعني أبسط مقومات العيش الكريم عند الإنسان مفقودة. سرقوا المصريات، ساعة بيطرقوك خبرية بالمدري شو، بالنهاية المصريات طاروا، سرقوا أموال العالم، جنى عمر الناس. ومش مستحيين، لو انهم مستحيين بتقولي يا عمي والله على القليل استحوا، على القليل حمر وجههم شوي، ولا فارقه معهم. هن ما عندهم مشكله ال 40,000 يعبوا لهم اياها، على طول سياراتهم مفوله مظبوط. والادويه بتوصل لهم والكهرباء عندهم والحراسه على بيوتهم. هلا هون تحت بيتي بشوي، انا بعيد عن بيته للجي بي حبيب قلب الشعب بدقيقه واحده، ترساني في على بيته على الشمال وعلى اليمين. من مين خيفان هيدا بشرفي؟ ليه حاطين هالجيش بدل ما يكون الجيش عم بيقوم بمهمة غير مطرح؟ حماية، ما عرفتي، مدعومين كلهم ومرتاحين ومكملين، مكملين، ما عندهم شيء زعجهم أبدا. يعني مش كل خيفين، يلي صار مش زعجهم. مش خيفانين. وصف لي المرحلة، هل نحن الشعب يعني هل الحق علينا؟ هل انه نحن بلشنا ورجعنا وقفنا ولا كيف؟ انه كل يوم عنده اللبناني عنده مشكلة، عنده عدة مشاكل بالنهار، بده يأمن خبزه، بده يأمن بنزين، بده يعني خلونا ننشغل بكتير قصص. يعني كيف فسر لي هالمرحلة؟ شو لازم لنا؟ شو لازم ننطر الانتخابات برأيك؟ انتخابات لحتغير؟ هيك بالانتخابات لازم نعقصهم، مش عقصة برغشة ولا عقصة زرقطة، لازم نعقصهم عقصة حية سوداء مميتة أو شقرة ما بعرف إياها اللي بتقتل. اثنين لازم إيه، الاثنين لازم نعقصهم ونضرب لهم الأكيل ستاندن تبعهم طندون داشيل ليبطلوا يقدروا يمشوا. أكيد الانتخابات لازم نوجه لهم ضربة قاضية، بس هيدا مش كافي، لانه في بعض الناس المستسلمين رح يستنفروا ادواتهم وانه لا، بدنا ندافع عن الزعيم وبدنا نحمل الزعيم ونلحوس له سرماته للزعيم، هول بعد في منهم. فانا بعتقد انه لا، كان لازم الثوره، وبعد مش كثير مؤخرين يعني فينا نكفيها، لازم نكون فعالين اكثر، حتى لو سقط شهداء ابرياء من الناس
ما في شيء بيتصلح بولا مطرح بالعالم إذا ما صار في تضحية بالحياة. اندفع وأنا مستعد تكون واحد من هالأشخاص يلي بينزلوا بيقتحموا بيوتهم، عرفتي، وبيروحوا بالموضوع للماكسيموم، لأنه عن جد هيدول الناس لازم يتحاكموا. يلي وصل فيه البلد هن كلهم مسؤولين. هيدا بيقول لك ما خلوني، وهذا بيقول لك لا كنت بدي أعمل، وهذا كل واحد بيكب الطابع على الثاني، وكلهم قرطة كذابين، طبعا طبعا طبعا. محترفي كذب، محترفين بتضليل الناس، محترفين باللعب على وتر الطائفية، محترفين باللعب على الأوتار الغريزية. يعني بيعلقوا شوي بيرجعوا بيرجعوك على الماضي ليرجعوا العالم يتقوقعوا حواليهم، ما بقى عندهم وبعد شيء، بيرجعوا على الماضي. هالمرحلة من هلا للانتخابات كلها رح تكون هيك، الشعب المهم يكون واعي. ما بعرف برأيك وعي الشعب، يعني كل اللي ليك صار انا بقول كل الشعب انفجار وعي. الأكآب وكل هالضحايا اللي نزلوا، لا في قضاء عادل، لا في محاكمة، ولا في ورقة فاتت على القضاء، يعني فاتت على الحبس، ما بدي أقول شخص، ورقة. هل برأيك اتفق، مش كلنا سمعنا وزير الداخلية عم بيقول انه في 95% من القضاة فاسدين، ورجع قال انه نسيت التفقات بصيروا 99%. عم نحكي وزير داخلية، عم نحكي عن شخص مسؤول بالحكم. طب نحن هذا بلدنا. لا الشعب وعي، انتبه، الشعب اكيد واعي، بس هالوعي ما تفجر بشجاعة بغضب، تفجر بشوية احتجاج، بعدين هلا في خوف، في وعي بس في خوف. صناديق الاقتراع بالانتخابات ما فيها خوف، الناس مدعوين كلهم حتى اللي قرفوا مدعوين انه لا يعطوا رايهم، لانه هيدي الزمره اذا مش كلنا تكتلنا ضدها وصوتنا ضدها وسقطناها رح ترجع تستمر. ولبنان يعني هلا عم بيموتوا، ولكن بيدفنوه 200 مره، هو ميت لبنان، بيدفنوه بيدفنوه بيدفنوه، لانهم محترفين ومتعطشين للبقاء بالسلطة. This is it. ماشي، ما حدا بده يفل منه، مبسوطين. بليز، لا، الجيل الجديد ما حقه يعيش، الجيل اللي عمره سنة وسنتين ما حقه يعيش اللي نحن عشناه واللي أهلنا أكيد عاشوه، ما حقه أبدا. يعني ما بعرف الناس، يعني بتمنى كمان تصير معجزة، لأنه بعتقد بدنا معجزة بهيدي النقطة. يعني أنا 100 مرة قاري إنه تصادم قطارات بيستقيل، بيستقيل وزارة أو بيستقيل وزير المواصلات، بيصير في فيضانات بيستقيل وزير. لكن نحن عندنا طارت بيروت بانفجار، ماتت العالم، اتدمرت البيوت. لك شوف يعني الحسرة والحرقة عند أهالي هالشهداء، ما بدنا نحكي عن الأشخاص يلي متضررين، إلى أهالي الشهداء والشهداء يلي ماتوا. ولك ما فارقة معهم، طلعوا لنا 5 أيام، بنقعد 500 سنة ولا والكذابين بيضلوا يكذبوا وبيناموا بالليل وضميرهم مرتاح. شو بدي اقول لك، يعني ما بقى في كيف ما بقى في مواجهين معيار للاخلاق.